كمان من أيام وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وده كان طلب كتير اتكلمنا فيه هنا قبل كده في تعمير، لأنه فعلا هيساعد بشكل كبير جدا عن موضوع تسجيل العقاري وتصدير العقار. خلينا نعرف كل التفاصيل دلوقتي. معانا على التليفون المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا حضرتك. مساء الخير يا فندم. رقم قومي للعقارات في مصر، يعني حضرتك شايف الفوائد بتاعته هتكون ازاي؟ والله هو حلم يعني بالنسبه للقطاع العقاري، ان احنا يبقى عندنا قاعده بيانات، يبقى عندنا تنظيم للسوق، ابقى عارف كل وحده متسجله على السيستم بداتابيز معروف، تاريخ انشائها معروف، موقف المباني في المنطقه دي ايه، مساحتها ايه، بتسهل عمليه نقل الملكيه، بتسهل عمليه اصدار بيانات وتقارير عن حركه السوق. النهارده نقدر نطلع على مستوى السنوي، نقول اللي تم من عمليات ايجار وبيع وهدم وانشاء للوحدات الجديده. البيانات دي كلها في الوقت الحالي بتطلع يعني بشكل تقديري، ما بنقدرش نقول ان هي دقيقة بشكل يعني مرضي، تطلع بشكل تقديري، اما بحصر تراخيص المباني اللي تمت او بحصر الترانزاكشن اللي تمت عن طريق البنوك وشركات تمويل عقاري، ولكنها غير دقيقة. يعني نقدر نقول ان الرقم القومي للعقار ده هيحسم الامر يا فندم. يعني مع اكتمال المنظومة طبعا، يعني هي المنظومة هتبدأ في الأول تدريجيا في مساحات صغيرة، وبعدين تبدأ تشمل مدن أكثر، وأنا في تقدير إن هي هتبدأ بالمدن الجديدة لأن هي الأكثر تنظيما وفيها بنية تحتية مجهزة إن احنا نلاقي البيانات بتاعة الوحدات بشكل نظامي، وبعد كده نبدأ نضم ليها المدن القديمة والمحافظات الأخرى. ده يوصلنا في الاخر ان محافظات مصر كلها متسجله ومترقمنه وموجوده على قاعده بيانات. وجود قاعده البيانات دي بقى هيسهل لنا ان احنا نطلع منها اي تقارير احنا محتاجينها، حصر دقيق بعدد الوحدات، حصر دقيق بالارقام الوحدات السكنيه، نقدر نقول عندنا عجز بالظبط قد ايه وفي اي منطقه. لو حصل مشروعات جديده في منطقة من المناطق يقدر يدينا مؤشر إذا كان المنطقة دي حصل فيها تشبع ولا لا، هي مرحبة باستثمارات جديدة. في الوقت الحالي كل ده مش موجود. باشمهندس، ده هل ده هيتطبق في مناطق معينة يعني، ولا هيتعمم على كل العقارات في مصر بشكل عام؟ أنا ما عنديش معلومة دقيقة أقولها، ولكن أنا عندي توقعات، لأن المنطق بيقول إن تطبيق النظام ده يجب إن هو يبدأ في أماكن فيها بيانات متوفرة. البيانات المنظمة المتوفرة في الوقت الحالي هي في كل المدن الجديدة، ودي موجودة من العالمين شمالا لغاية أسوان جنوبا، يعني جميع مناطق مصر فيها مدن جديدة. فقاعدة البيانات في المدن الجديدة سهل جدا انها تخش على قاعدة البيانات، تبقى دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ان احنا نبدأ نخش على المحافظات، ويبدأ يبقى في استكمال لقاعدة البيانات دي عشان تنتهي انها مغطية جمهورية مصر العربية كلها، ونقدر بقى ساعتها نربطها بالشهر العقاري وعملية التسجيل وعمليات البيع وكل الكلام ده. فوصولا للشكل النهائي ده هيبقى عندنا حاجة قوية جدا محترمة جدا تتناسب مع قوة السوق العقاري المصري وحجمه، اللي هو يعتبر أكبر سوق في الشرق الأوسط. فإحنا نستحق قاعدة بيانات وسيستم يعني يتناسب مع حجم السوق بتاعنا ومع قيمة السوق العقاري المصري. صحيح. محتاجين حاجة تانية يا باشمهندس عشان نكمل المنظومة دي؟ يعني هي حاجة مش سهلة، يعني هي دي لو كملت في حد ذاتها دي عمل شاق جبار، يعني أنا متخيل هتاخد سنين، مش هتخلص في فترة بسيطة يعني الشغل وتدخيل البيانات دي هياخد فترة طويلة، لكن إذا وصلنا لها دي فدي هتبقى البداية، يعني دي البداية. هنقدر بعد كده حضرتك عشان تاخدي قرار استثماري، وده قرار بيبقى صعب جدا وبيحرك مبالغ كبيره جدا، هتقدري من خلال قاعده البيانات دي تعرفي الاحتياج فين. الدوله عشان تنشئ مشروع من خلال قاعده البيانات هتعرف المناطق اللي هي فيها احتياج اكتر من المناطق الثانيه فين، لكن في الوقت الحالي الموضوع تقديري، ما هوش بالدقه دي، مش بالارقام.
مهندس علاء فكري نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال أعمال، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم.